أهلا بكم في قناة شهد كيف. سوف تشاهدون لقطات ومشاهد عجيبة صورتها الكاميرات في الطرقات. تابعوا الفيديو حتى النهاية، وقبل أن نبدأ ندعوكم للانضمام إلينا بالضغط على زر الاشتراك. حسناً، يبدو أنه لم يعد هناك ما سنذهب إليه بعد ما حدث. إنها سيارة في طور التحول لتصبح طائرة. أما بخصوص هذه السيارة فإنها تتحول إلى حطام بمجرد كبس الفرامل. يبدو أن هذه الشاحنة كارثة جوية بالفعل. لم أكن أعلم بأن نصف سيارة ستفي بالغرض. يقوم هؤلاء العمال بتمرير أسلاك عبر هذا الطريق السيار، لكن ماذا بخصوص قدوم سيارة بشكل مفاجئ؟ تم خلق مشهد مذهل هنا بفضل عملية إزاحة الثلوج. كاد أن يتحول هذا المجنون إلى شبح يركب دراجة نارية. بعد أن لاحظ صاحب الشاحنة ما يحدث مع الشاحنة التي أمامه، قرر أن يشغل أضواء الخطر. في بداية الأمر ستعتقد أن هناك فتاة تجلس هنا، لكن الأمر مختلف وعكس ما تظنه تماماً. على سائق الشاحنة أن يكون أكثر حذراً في مثل هذه الحالات. سائق الجرافة ذكي بما يكفي ليصعد الشاحنة دون مساعدة. يمكنك غسل عجلة سيارتك هنا بالمجان. إن كنت تنتظر أن تنقلب السيارة فلا تتأمل حدوث ذلك أبداً. قد تجد مكاناً لك في الطريق العام مهما كان مزدحماً. أظن أن سائق هذه السيارة مجنون حقاً، لكن على أي حال فقد بقيت لديه ثلاث عجلات.
هل سبق لكم أن رأيتم مجموعة كبيرة من السيارات تنقل بهذا الشكل؟ وماذا بخصوص نقل سيارة واحدة على هذا النحو؟ ليست السيارات وحسب، هناك طرق مختلفة أيضاً لنقل الدراجات. هكذا تكتشف بأن ذكاءك الزائد يجعلك ترتكب حماقات غبية. لدى هذا الكلب الحرية لنزول وصعود السيارة متى ما شاء ذلك. قبل الانطلاق يجب التأكد أولاً من وضعية محول السرعات. عندما تكون في طريقك للذهاب إلى حفلة رفقة أصدقائك، لا نعلم إن كان هذا ذكاء أم غباء أم أنه مجرد تهور. على مالك هذه السيارة أن يستخدم مرايا كهذه. لقد انتزع غطاء الشاحنة ليستقر في منتصف هذا الطريق السيار إلى أن تمت إزالته من قبل هذا الشخص. بعد هذا عليهم الشروع للعمل على تنظيفها. حتى أضخم وأقوى وسائل النقل قد تحتاج للمساعدة في بعض الأحيان. قد تحدث أشياء غير متوقعة حتماً ستجعلك متفاجئ. لا يعتبر هذا الأمر مفاجئاً في الهند، لأن مثل هذه الأشياء تحدث كثيراً بطرقاتهم. إليكم هذه الرقصة المدهشة والفريدة من نوعها. كل هذا ما هو إلا البداية فقط، والقادم أعظم. لم أرى سيارة منخفضة لهذا الحد من قبل. أحد رعاة الأغنام يبدو أنه اختار المكان الخطأ لترعى أغنامه به. لا نعلم كيف يفعل كل هذا أثناء القيادة.
لا شك أن سائق هذا الباص مستمتع الآن. إن كنت مراً بهذا الطريق فعليك أن تتوقف إلى أن يعبر جيش البط هذا. دراجة هوائية بشكل دراجة نارية بعجلات سيارة، أليس هذا غريباً؟ لقد تمت عملية التخريب هذه بنجاح. نتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة مع تفعيل جرس التنبيهات، وشكرا لكم على المشاهدة. مهلا، نقترح عليكم أيضا مشاهدة هذه المقاطع.